طيب نروح لموضوع آخر. وفي مرسى مطروح تم إطلاق فعاليات النسخة الأولى من مهرجان الزيتون المصري، واللي بيستهدف تطوير زراعة وإنتاج الزيتون. بيشارك فيه 14 وزارة ومؤسسة ومنظمات المجتمع المدني. بمشاركة 14 وزارة ومؤسسة ومنظمة مجتمع مدني، انطلقت فعاليات الدورة الأولى من مهرجان الزيتون المصري في مدينة مرسى مطروح. المهرجان هدفه تحفيز الإبداع والابتكار وتكريم منتجي أجود أنواع منتجات الزيتون وتطوير زراعته، وده ضمن مشروع التنمية المستدامة ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية لقطاع الزيتون بمحافظة مطروح. المهرجان بيعتبر خطوة هامة في سبيل تطوير قطاع زراعة وإنتاج الزيتون على المستوى المحلي، وده من خلال إطلاق وتبني عدد من الأنشطة والمسابقات اللي بتشجع المزارعين والمنتجين والمصنعين وكمان المصدرين بقطاع الزراعة على إنتاج منتجات الزيتون وتحفزهم على الإبداع والتميز وخلق روح المنافسة بينهم للنهوض بالقطاع ده. كمان المحافظة بتقدم مبادرات كتيرة لدعم زراعة الزيتون، منها مشروع الشباب لزراعة الزيتون وتوزيع 160 مزرعة على 160 شاب. أيضاً زيادة دعم المشروع من خلال الموافقة على تنفيذ 47 مزرعة زيتون جديدة بإجمالي 141 فدان بمدينة الضبعة لتسليمها للشباب، مع تخصيص 3 أفدنة لكل شاب ليصل الإجمالي ل 207 مزرعة حتى الآن بمدن براني والنجيلة ومرسى مطروح والضبعة. ده غير دعم جميع الجهات البحثية والزراعية بمطروح للمزارعين بالعديد من الأصناف المتميزة من شتلات الزيتون.